إصلاح أوضاع البلاد وتعديل المفاهيم قصد النهوض بالمغرب في سائر المجالات، هكذا يخوض حزب الإصلاح والتنمية هذه الاستحقاقات ضمن باقي الأحزاب الأخرى قصد انتخاب أعضاء مجلس النواب. نعتني بالقضايا، القضايا التي تهم المواطن الصغير في 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 في, في الأحياء، الأحياء الفقيرة، الأحياء الضعيفة. كاين مشكل ديال الماء، مشكل ديال الماء راه مشكل مهم ما كنفكروش فيه الان، ولكن راه في 2025 غادي يكون عندنا مشكل ديال الماء. لذلك خصنا نبحثوا على الماء ونبحثوا نديروا الشدود ونحفروا الابار الى اخر ذلك. الفلاحه ديالنا ما تبقاش رهينه ديال الامطار. جعل حد لفساد الإدارة والتخفيف من المديونية إضافة إلى تقوية الدبلوماسية المغربية، علاوة عن احترام المرأة وعدم إقصائها باعتبارها عنصرا فعالا ومساهما في جميع القطاعات، من أهم تطلعات برنامج حزب الهلال، حزب الإصلاح والتنمية. فالحزب ديالنا تيهتم بالمرأة من أجل المناصفة، من أجل إعطاء المرأة حقها، من أجل الحرية، من أجل ديمقراطية المرأة. الحزب ديالنا تربينا فيه التربية الديمقراطية والمشورة. كذلك بالنسبة للشباب الحزب ديالنا تيهتم بالشباب لأنهم رجال المستقبل، لأن الشباب ديالنا ترسخوا فيه فضائل الاجتهاد، فضائل الاستقامة، فضائل الاستحقاق، من أجل دعامة واحد المجتمع اللي هو تضامني للنهوض بالحقوق. فمنذ تأسيسه سنة 2001 يسعى حزب الإصلاح والتنمية إلى إبراز حضور فعلي وإيجابي والمشاركة في العمل السياسي داخل قبة البرلمان.